أسيل خلينا نقوم إذا بدك، أصلاً علي نايم، بعدين زيارة المريض ما لازم تطول. بس سليم، على أساس أمي وخالتي يجوا، يعني خلينا منستناهم بعدين منمشي مع بعضنا. أكيد هدول هن. أسيل ليش جامعة كل هالناس هون؟ سارة خانم شكلها تضايقت. علي تحسن بنتي؟ ايه خالي شكراً، تحسن شوي، الدكتور طلب يرتاح كم يوم. ايه كمان ابنك علي ما شاء الله عليه، مو تارك مشكلة هون مفايد فيها. أنا رح أعملكن قهوة. ما في داعي بنتي، لا تعزبي حالك، نحن ما منعتبر ضيوف هون أصلاً. ايه خلينا نخبرهم هالخبر الحلو بما أنه الكل هون. شو رأيك سارة؟ خير يا ابني، شو هو هالخبر الحلو؟ بدنا نقلكن من مدة بس ما لقينا الفرصة المناسبة. سارة وأنا وعلي كمان قررنا نعيش حياة جديدة. مو هيك سارة؟